السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع ميلا لنقف على الأشغال تاع الإزدواجية تاع الطريق اللي يربط مدينة ميلا بطريق السيارة شرغر، بحيث أنه فيه بعض المناطق وين دخلنا في المرحلة الأخيرة من الأشغال، يعني المرحلة تاع الوضع الخرسانة الزفتية، وإن شاء الله الأشغال هذه تنتهي، لأنه أنا الطريق هذا درته والله طريق خطير كبير. علاش؟ لأنه فيه منعرجات في الاتجاهين، يعني فيه منعرجات أفقية وفيه منعرجات عمودية، فيه يعني لأنه فيه تضاريس كبيرة طلعة وهبطة وفيراج، والله خطير كبير على استعملين هذا. وإن شاء الله الأشغال تنتهي، والحمد لله أنه هذه المشاريع نتاع ازدواجية الطرقات أصبحت أولوية الأولويات لدى المسؤولين نتاع كل على كل مستوى كل ولاية تاع الوطن. وإن شاء الله يعني هذه المشاريع سوف تثلج الصدور وتلقى يعني إقبال كبير لدى المواطنين، يحسوا بأن الدولة تفكر وتحس بهم وتحس، خاصة هذو الناس اللي كانت عندهم حوادث إذن للأسف في بعض الأحيان مميتة، وهذا الناس هذو والله يفرحون الآن عندما يشاهدوا هذه الطرقات. خاصة نأخذ كمثال إنسان اللي 20-30 سنة هو يأخذ نفس الطريق كل يوم، كيفاش راح يكون الحالة النفسية تاعو كل يوم؟ أنا الطريق نديره مرة نحس بالخطر، كل يوم ناخذ لوريس، كل يوم نقول اليوم الحمد لله سلكت راني دخلت للدار، اليوم الحمد لله سلكت راني دخلت للدار. كم يوم يعني على امتداد 20 سنه هو ياخذ في هذاك نفس الطريق ويدوبلي وياخذ هذاك لوريس باه يدوبلي، وديف السياره المقابله تقدر يعني تعقب عليه 10. كم من مره يعني حالة 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 خطيرة جدا. والله يعني هذه المشاريع نتاع الازدواجية نتاع الطرقات في كل التراب الوطني أصبحت يعني قفزة نوعية كبيرة جدا، وإن شاء الله المزيد من هذه المشاريع نتاع الازدواجية واللي ان شاء الله سوف تمس اكثر فاكثر. نروح لكل الطرقات، يعني بعد ما انطلقت العمليه مع الطرق الوطنيه تروح للطرق الولائيه وتزيد تروح للطرق البلديه، باش يعني تكون فيه يعني الانسان هو الهدف من هذه المشاريع. اذا نترككم في رعايه الله وحفظه، وان شاء الله يكون فيها خير على كل حال، والسلام عليكم.